طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود لكم. إنه إحنا على أساس حكم إسلامي ما لمسنا هذا الشيء بكل تصرفاتكم. ناس بديتوها ويانا بالكذب وراح تنهونها بالدمار. دمرتوا البلد، ماي مالح وكتل الزرع، كهرباء الكهرباء ترابك لايت، الله وامان الله. اذا عندكم مروءه وعندكم انسانيه تنحوا عن الحكم، خلي يجي غيركم. كافي 15 سنة بديكم، شنو سويتوا؟ أنا مرة ترى شيعية وأنا ما منتمية لأي حزب. مثل ما جيتوا بجنطة تطلعون بجنطة، أنتوا طلعتوا المليارات لي قدام. ضمنتوا حياتكم أنتوا أولادكم وأحفادكم. مثل ما جيتوا بجنطة تطلعون بجنطة. أهلا بكم من جديد. شهدت مناطق عدة من محافظة البصرة تظاهرات حاشدة صباح اليوم الخميس بالتزامن مع بدء تشييع أحد المتظاهرين الذي قتل يوم أمس بعد اعتقاله من قبل قوات الأمن، ويتهم ذو القتيل بتعرضه للتعذيب على يد القوات التابعة للجيش. شهود عيان تحدثوا في محافظة البصرة بأن الآلاف شاركوا بتشييع المواطن حارث السلمي الذي يبلغ من العمر 21 سنة، والذي توفي يوم أمس بعد اعتقاله وتعرضه للضرب بآلة حادة على رأسه أثناء فض الجيش اعتصام نظمه المتظاهرون في منطقة قرب حقل القرنة النفطي شمال البصرة. شارك في التشييع الذي تحول فيما بعد إلى تظاهرة واسعة شيوخ وزعماء قبائل وأعيان البصرة الذين طالبوا بطرد قادة الجيش وفتح تحقيق سريع للكشف عن المتورطين في الجريمة. رئيس عشيرة آل كشكول الشيخ ذياب الحجاج قال بأن الضحية تعرض للتعذيب بعد اعتقاله من قبل قيادة عمليات البصرة والقوات الأمنية الأخرى إثر اقتحام مواقع الاعتصام أمام حقل القرنة وحرق خيمهم، فضلا عن حرق الدراجات النارية العائدة للمعتصمين. طبعا حذر الشيخ الحجاج في كلمة له خلال التشييع من مغبة حصول فتنة كبيرة لا يحمد عقباها على خلفية الجريمة. في هذه الأثناء قيادات بارزة في التظاهرات قالت بأن أهالي البصرة يستعدون للخروج بتظاهرات واسعة في حال صدور التقرير الطبي النهائي بخصوص أسباب وفاة المتظاهر حارث السلمي بدوره الناشط أحمد العودة. كذلك تحدث بأن القوات الأمنية تنتشر في بلدة الهوير شمالي البصرة، وهي المنطقة التي يسكنها أهالي الفقيد، كما أن قوة من الجيش طوقت المنطقة وتعمل على تفتيش الداخلين والخارجي منها، فضلا عن انتشارها بعدة مناطق أخرى. وأشار إلى أن الوضع الأمني مرتبك في غالبية مناطق المحافظة وأن الانتشار الأمني غير مسبوق، وأكد بأن مئات المتظاهرين ينتظرون الإشارة للخروج بتظاهرات في عموم المحافظة. خلونا نشوف مقطع يظهر جانب من تشييع المواطن المتظاهر الذي قتل يوم أمس على يد القوات الحكومية حارث السلمي. اسمك
مدينة الشهداء من ناحية الهوير ناحية الشهيد عز الدين سليم. اليوم نشيع الشهيد الذي قتل ظلما وعدوانا، ونحن عشائر ناحية الهوير ناحية الشهيد عز الدين سليم نجذب وبقوة هذا العمل الإجرامي، ونطلب من دولة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي التدخل السريع واحتواء هذه الأزمة، ربما تؤدي إلى فتنة كبيرة ولا يحمد عقباها. وهذا اللي قاعد يصير، مصير الحكومة أو مصير هذول الفاشلين أنه يرضخون إلى هذا الواقع. هذا الواقع لازم يجي يوم هم يطبقونه. اليوم هم غاضين النظر عنه، ينزلون قواتهم الأمنية تضرب المتظاهرين، لكن بالنتيجة نعم. شاهدنا هذا المقطع من تشيع المواطن المتظاهر حارث السلمي. طبعا عضو مجلس محافظة البصرة بسمة السلمي يعني انتقدت طريقة تعامل قيادة العمليات والقوات الأمنية مع المعتصمين أمام حقل القرنة، وقالت السلمي في تصريح صحفي بأن القوات أزالت خيم المعتصمين بالقوة، وقد تعرض المعتصمون إلى الضرب على يد تلك القوات. وأضافت بأن المتظاهر حارث السلمي توفي إثر ضربات على رأسه من قبل أحد الضباط، هذه عضو محافظة البصرة. أكدت بأن شيوخ العشائر تسعى حاليا لتهدئة الوضع في المحافظة. معنا اتصال أبو مريم من البصرة، تفضل أبو مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا عمر؟ حياك الله يا أهلا بيك. الله يبارك بيك حبيبي. بالنسبة لهذه الأحداث، احنا بالنسبة للمظاهرات وعلى أساس دستور ديمقراطية، بس ما حد جاي يعمل بيها. نعم، ما حد جاي يعمل بيها. يعني انت اليوم مثل البارحة مال هذه المروحيات. نعم، المروحيات يعني حتى بغزة ما شفناها، بغزة الكيان الصهيوني ما استخدمها. ايه، فاحنا نقول هذه الديمقراطية شنو؟ حبر على ورق؟ نعم، حبر على ورق صحيح، بس من نجي للحقيقة يعني هم شلون يقبلون هذا التصرف؟ يعني الإنسان يقبل على نفسه كلمة كذاب، شلون يصير يعني هذا الشيء؟ إنسان طالع يداعي بحقوقه صح، ما تقدر اعتذر منه ونطيه مدة وراح الرجل يتأمل، صحيح لو لا؟ نعم. أما أنت يعني قنابل مسيلة للدموع وعتاد حي وهذه شباب العالم. نعم، والبارحة اعتقلوا واحد وعذبوه وتوفى، واليوم شيعوا هو الله يرحمه هذا إيه من الهوير. نعم. المهم، فإحنا هذه الحبل على الجرار، والشغلة تعال لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، المظاهرات دعم أكثر في سبيل تنهض نفسها أكثر، أنه لا تهدأ المظاهرات. المظاهرات لا تهدأ، إذا هدأت رجعنا للمربع الأول. إيه نعم، يعني إن شاء الله على خير، وبلكة الله سبحانه وتعالى يستجيبون أو يتم تغيير من هالقبيلة هذا. نعم أبو مريم، أنا أشكرك أبو مريم من البصرة كان معنا. معنا من البصرة كذلك عز الدين، تفضل عز الدين. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك حبيبي. حياك الله يا أهلا بك حبيبي. بالنسبة للمظاهرات اللي قامت، المظاهرات اللي قامت ناحية الوير في قضاء المدينة، مظاهرات سلمية والملأ يضرب هذا الشيء. يعني صار لنا فترة نطلع مظاهرات سلمية سلمية ناس سلمية، بس مع الأسف مع الأسف على شيوخ العشائر نائمة، مع الأسف على شيوخ العشائر النائمة. يعني والله والله جريمة جريمة تسميه رئيس عشيرة ويقود العشيرة. زين هاي المظاهرات اللي طلعت على مود شنو؟ على مود شنو؟ شايلين سلاح مثلا؟ انداعب أملاك؟ انداعب شنو انداعب؟ احنا لا نقول انداعي رئيس الوزراء، انداعي رئيس الوزراء، رئيس الوزراء ما يحل دجاجة، دجاجة ما يحل رئيس الوزراء. نعم، انداعي احد الشيوخ واحد الاساس اللي يطلع انداعي تهدئة الوضع. شنو تهدئة الوضع؟ يعني جاي نطلع ابنائنا شهداء احنا تمسك بالسيارة التعذيب جنابا داعي رئيس الوزراء؟ قسما بالله العظيم، قسما بالله العظيم، شكو انسان تورط وشكو اطلاق انطلقت على احد المظاهرين
نعرف شلون نطلعها. ووصلت حدها وياهم، وصلت حدها وياهم. ناس لا تبالي بهذا الشعب. تطلع مظاهرات يحرق لي دراجة، يحرق لي يرميني بالرصاص. يعني شو الرصاص مالتك يخوفني مثلا؟ يعني انا ما اقدر احمل سلاح؟ انا ما اقدر احمل سلاح مثلا؟ والله العظيم اذا احمل سلاح خيرهم ما يبقى. خيرهم ما يبقى، مش خيرهم لغيرهم. يوميا مطيني شهيد. تعال شوف هاي الاعتقالات، والله اذا ما طلعوا المعتقلين هاي المرة. شكو انسان اعتقلوه، قسما بذات الله، قسما بذات الله خيرهم ما يشتمل هو. وخد تسمع شكو واحد يسمع على قناتكم من شوف العشائر الباطلة؟ شنو حاط لك عقال انت؟ لا اجر اعلام لك عشيره والبنات الناس بالقنابر. نعم. شنو هالجبل اللي بيكم هذا؟ يا انزل اطلع على روسكم. زين عز الدين، يعني شاب عمره 21 سنه يتم اعتقاله وتعذيبه وعلى اثر ذلك يتوفى. يعني عمره 21 سنه. شاب، مره ضربوها حبيبي. نعم. انا شاب. امرأة ضربوها، قال لا يحترمون، قال ما يحترمون المواطن العراقي. احترام المواطن العراقي ينطي رأيه ما يحترمون، يعني أنت أنا هسه أضرب لك مثال بس ماكو احترام من الدولة. أنا لو ألقى الإنسان يحترمني، يحترمني ويحكي لي فتح شاية طيبة. ماكو احترام، يعني بين قوسين ناس مستهدفين الشعب العراقي. يعني أمس أنا أمس مو بعيد يصرخون لحقونا مع داعش. هسه استقوى بالحج الشعبي وثبت رجليه شن حرب على الشعب. ولك مو أمس أنت اعتميت بالشعب، لا ما الشعب كان دشت بقنادر أنت. من رئيس الجمهورية الآخر موظف موجود. هسه صرت أنتم رجال؟ نعم. بس مع الأسف والله أنا مع الأسف اللي ذابحين يشوف العشائر المجاملات مالتهم. هاي اللي أنت مرت نخلة. يروح يدز عليه مسؤول يطلع لي محافظ يستنكر، يا محافظ يا بطيخ، هم كلهم سوا. ما بيناتهم فرق. هاي الترويج والكلام اللي يطلع ويستنكر وما يستنكر، أنا خليها على جنب، ترى كل زين نعرف. نعم. أنا أشكرك عز الدين من البصرة، معنا اتصال أم علي من النجف، تفضل يا أم علي. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. أقول لك أخوي أنا أشكرك يما، أشكرك أشكر هاي القناة. يا أهلا وسهلا بك. اللي يعني هي اللي رايحة أعصابنا ورايحة هاي القناة. أشكرك هواي. بالنسبة أريد أنا أقول على هاي الحكومة اللي صار لهم المتظاهرين شهرين يظهرون بالشمس والحار والعطش، يعني ولا واحد ينتبه عليهم، ولا واحد يستملهم، ولا واحد يقول لهم شنو شبيكم ما بيكم. ليش هيكي؟ شنو الاحتقار هذا للشعب؟ ليش؟ وبالنسبة للعشاير ما تصير بقرة، أنا أعتب عليها كلها، ليش ما حد يطلع ولا واحد يحكي ولا واحد يقول؟ وبالنسبة للمرجعية الثابتة اللي مات تستم للشعب. يعني شنو هذا الظلم؟ إيش دعوة هيكي هالبصرة هيكي مظلومة؟ لا ماي، لا كهرباء، لا أعمال، لا شغل، هالنوبة حاطين ميليشيات يكتبون اليدان دول المساكين؟ نعم. ما ادري بعد ايش اقول. زين ام علي بالنجف، الوضع بالنجف من ناحيه الخدمات شلونه؟ وسط يما وسط. نعم. قسم من المناطق شويه زينه شويه، يعني قسم بها لا برد، ماي ماكو، زراعه ماكو، شنو هسه هاي يعني؟ نعم. ليش هيك يعني؟ حارمين الناس من الزراعه تتحصر. نهرين عندنا دجلة والفرات جفطوني ويبدتوه اللي تيبس. شن قصة؟ ليش هيك؟ نعم. الله يحفظكم أم علي من النجف، شكرا جزيلا لك. طبعا لجنة لتقصي الحقائق من قبل مفوضية حقوق الإنسان وصلت إلى محافظة البصرة، ستعمل على التحقيق في حادث وفاة المتظاهر العراقي وكتابة تقرير عن الأسباب ورفعه إلى الجهات المسؤولة. تجري اللجنة حاليا لقاءات مع المتظاهرين وذوي الفقيد وعناصر من الأمن، فضلا عن لقاءاتها مع الأطباء المختصين في مستشفى الفيحاء والذين أشرفوا على حالة المتوفي. وفي سياق التظاهرات طبعا تتواصل الاعتصامات في محافظة
المثنى والبصرة والتي دخلت يومها 19، ويطالب المعتصمون من أبناء محافظة المثنى وشيوخها بتحسين مستوى الخدمات ومحاسبة الفاسدين. ويعني أخفق كما جاء في صحيفة العربي الجديد بأنه أخفق وفد مرسل من قبل حكومة حيدر العبادي في التفاوض مع المعتصمين، إذ لم يقدم لهم شيئا جديدا وطلب منهم فض الاعتصام، لكنهم رفضوا ذلك مطالبين بتنفيذ الشروط قبل أي حوار. معنا اتصال أبو علي من كربلاء، تفضل أبو علي. السلام عليكم عمو عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يجعل في ميزان حسناتكم. أهلا وسهلا. الله يرضى عنكم. الله يبارك فيك. أحييك وأحيي كل المتصلين اللي سبقوني. أستاذ عمر، ذولا ما يعرفون معنى التظاهر السلمي، ما يعرفون شنو معنى الديمقراطية، ما يعرفون شنو معنى الحرية. هم دائما يسوقون بمشيعتهم. لو الشعب أقوى لا الحكومة أقوى. لا نطلع كل احنا ما جاي نموت، احنا جاي نموت بالله، كرامه ما عندنا، وطن مبيوق، يا معودين متفرهدين، يا معودين رايحين، شي قاعد ياكل شي. هاي المظاهره لو الشيخ صورة الخميني كان ما حد جا وياها، هاي المظاهره لو منتمي لايران كان ما حد جا وياها. عمي هنا قاعد كل متظاهر، بعض المتظاهرين معتصمين يتبع يومية ألف حتى يجيبوا لهم ما يشربون، حتى يأكلوا لهم خبزة. وينكم أهل المواقف؟ وينكم ذولا دعموهم؟ ذولا أبناء علي والحسين. أنتم مو تقولون طريق الحسين طريق حريتنا هذا؟ هاي وينكم أهل جاي هاتف النذلة؟ وينكم؟ هذا طريق الحسين، هذا طريق الحرية. الحسين ما كان ذليل، ليش تخلون نأذلة؟ ليش تدوسون على كرامتنا؟ ليش ما تعتبروننا احنا بشر؟ ليش؟ الشيوخ العشائر يروحون هناك يلتقون ويا حيدر العبادي، وخلي كل واحد يجيب شده ويقول له تفضل، ويهبط معنويات العالم. عيب علينا. وبعدين السلسان شو الاشكال ذا يطلع على الفضائيات ويحكي هذا؟ ليش؟ اكبر من الشعب؟ ليش الخطبه مالته بالنجف ويقرونها الى بكربلاء؟ نعم. ليش يتقولون عنه؟ ليش ما يطلع؟ حتى لو ما يعرف عربي، هو هاي فضيحتنا. اذا ما يعرف عربي خلوه بصفه مترجمه، وين السولف فارسي؟ الى متى؟ والله الناس الثاني السلسان ايش راح يسوي؟ عمي العراق ما راح الا ثلاثه، ايران وامريكا والسلساني. والله 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 وما يوقف الى جانبكم. هو نسيت السلساني عنده ميليشيات تقريبا 6-7، عندنا 82 ميليشيات كلها ممثله في العراق الايران. الله وكيلكم، هذول مال اذا لازم نضربهم، اضربهم مكاناتهم كلهم يشوتون. اضعف والله الذي لا اله الا هو كافعات. احنا ذا شيعه علي بن ابي طالب، علي بن ابي طالب يقول كونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. وينكم وينكم؟ كونوا للمظلوم، هذول مو مظلومين. راسا تهمونهم السعوديه وش بس، انتم مو بايران، انتم مو قاعد تطلعون وتقتلون ممثل السلساني جايني، ممثل السلساني، ممثل العفو، ممثل الخامنئي في العراق. والله العراقيين طلعوا ظهر ايران، يابا شو نسوي نحن؟ بس قل لي تعال شو نسوي، الى متى؟ عيب علينا ذولا بيناتنا، عيب علينا يا اهل الجنوب يا اهل الوسط يا اهلنا يا ابطال يا اهل ثوره ال20. كافعات، قوموا لا بد تتفرجون. وانا اشكرك عمي، سامحني. شكرا ابو علي من كربلاء كان معنا. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. في سياق التظاهرات كذلك، أظهرت مقاطع مصورة قيام القوات الحكومية بإطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين وملاحقتهم بين
أزقة ناحية الهوير شمالي البصرة. خلونا نشوف هذا المقطع ونرجع لكم. هذا السلاح الحي جاي ترمون على المواطنين دول الأزل، هاي المواطنين الأزل. هذا أشوف الغاز مسيل للدموع، هذا غاز مسيل للدموع وغاز سامة، حتى غازات سامة قاعد يذبون على المواطنين الأزل. هذا أشوف الغاز. في ناحية الهوير كذلك تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر تحليق طائرات هليكوبتر تابعة إلى الجيش. نشاهد ونرجع لكم. كذلك أظهرت مقاطع مصورة قيام القوات الحكومية بحملات اعتقالات طالت العديد من أبناء ناحية الهوير شمالي البصرة. خلونا نشوف هذا المقطع. حاكيم ولا واحد بيهم زل. يوم أمس كذلك بحادثة مشابهة لمقتل المتظاهر يوم أمس في البصرة، هناك كذلك مقتل ناشط في مدينة العمارة. هذا الناشط خرج قبل يومين وهو عقيل الجندل، خرج وقدم أدلة على فساد محافظ ميسان علي دواي قبل يوم واحد من اغتياله أمام داره وسط العمارة. ثاني يوم طبعا تم اغتياله وسط مدينة العمارة. اعتصام محافظة المثنى اليوم يدخل الأسبوع الثالث، وأكد المتظاهرون بأنهم مستمرون باعتصامهم لحين التخلص من الفاسدين وأحزابهم الحاكمة. متظاهرو المثنى طبعا اتهموا القوات الحكومية والميليشيات بمحاولة فض الاعتصام وإنهائها بالقوة. نشوف هذا المقطع ونرجع لكم. احنا مستمرون باقيين لحد تحقيق حقوقنا وليس مطالبنا، اللي هي إقالة الفاسدين ومحاسبتهم وارسالهم الى المحكمه ومحاسبتهم واسترجاع الاموال. اكو مندسين من قبل الحكومه المحليه من احد الميليشيات من اجل فض الاعتصامات، لكن تضحى صورتهم امام المعتصمين وعرفوا، وعدنا ان شاء الله باكر اكو اجتماعات هنا راح يصير لاهل المدينه مع بقيه التنسيقيات والمدنيين. صار لنا 17 يوم ما حد جاء تفاوض يعني من الدوله، ولحد الان مستمرين. فقالوا باكر تجي مفاوضات هنا نتفاوض بها، ما ادري انا بعد. وشوف هاي كلها ناس فقره وكسبه اموال، ونريد نطلع الفاسدين، اكو ناس فاسده باقوا الشعب باقوا مستمرين ان شاء الله، ماكو تفرقه. اي بس اكو ناس مندسه محاربه الفاسدين وجاي يدخلون ناس مندسه بيناتنا. معنا اتصال ابو ناصر من تركيا، تفضل ابو ناصر. استاذ عمر اهلا وسهلا بك. حيا حضرتك اخوي العزيز والقناة الرافدين كل الكادر. اهلا وسهلا بك استاذ عمر. هو هذا التعامل المهني من قبل القوات الحكومية ضد المتظاهرين اللي قال عليه سعد معن المتحدث باسم وزارة الداخلية، يعني ناسب اغنى محافظة بالعراق محرومين من اي خدمات، يطلعون يطالبون بحقوق مشروعة، والقانون والدستور طبعا هو اللي كفل لهم هاي التظاهرات السلمية، واللي هم باركوا المسؤولين هم باركوا هذا الدستور بعد ما وضع سيء الصيت بريمر. يعني يكفي الحق التظاهر السلمي من يطلع الناس يطالبون بحقوقهم، اما يعتقلوهم ويعذبوهم ويقتلوهم. طيب وين القائد العام للقوات المسلحه؟ وين وزير الداخليه اللي
دي يشوفها دي تقوم بها القوات الحكومية ضد المتظاهرين السلميين. يعني معقولة هسه عاني وبقية الناس متنعمين ومرتاحين وكل شيء متوفر لنا ونطلع تظاهرات؟ هو المسؤول يرضى لنفسه والعائلته يعيش بدون كهرباء وبدون مي صالح للشرب، وحتى غير صالح لغسل السيارات هم مو بس للشرب. لو هو هذا المسؤول خط أحمر ما يصير واحد ينتقده ويطلب منه حق مشروع. وشيوخ العشائر اللي انتقدهم الأخ عز الدين من البصرة هم بالأساس مرتشين وباعوا أفراد عشيرتهم بأبخس ثمن. يعني سابقا كانت أستاذ عمر الشيوخ العشائر عندهم هيبة واحترام وكلامهم مسموع ومواقفهم دائما تكون بجانب أفراد عشيرتهم طبعا على الحق. مو هسه وين ماكو واحد حشاكم تافح خلع قال على راسه وقال أنا شيخ عشيرة، والله عيب يخلون عقل على روسهم وهم فازين وحثالة الناس. يعني المفروض هسه على الشعب بكل طوافه وخصوصا الاخوان الشيعة يحولون الزيارة المليونية الى ضريح سيدنا الامام الحسين عليه السلام للمنطقة الخضراء والقضاء على كل الموجودين بها، وعلى الشعب بكل المحافظات القضاء على كل المقرات التابعة لهاي الميليشيات المجرمة وتحطيمها العفو اعتقال كل ميليشياوي مجرم من اللي ترعاهم دولة الإجرام إيران، وعلى أهل النجف بشكل خاص التظاهر أمام مكتب اللي أفتى بتأسيس أفسد حشد وخلاهم يرعبون الشعب ويبتزوهم ويخطفوهم ويقتلوهم، وإذا لزم الأمر يعني إخراج هذا السيستاني من العراق وكافي اللي صار. وشنو بعد اللي يصير أكثر من هذا؟ يعني خطف وتعذيب وقتل وتهجير وكلها بسبب الفتاوى اللي أفتى بها السيستاني، وهو وجماعته قاعدين ومتربعين على مليارات من الدولارات والشعب ما عنده مي يشربه يقبلها على نفس السيستاني. وهذا الشعب دي يشوفه يوميا طالع يتظاهر ويطالب حق أبسط حق من حقوقه، والحكومة قاعد تعتقله والقوات الحكومية تعتقله والميليشيات قاعد تهينه وتضرب به، ووصل الحد بالميليشيات انه تعتدي حتى على الجيش العراقي، وهاي اللي سمعناها البارحة اللي صايرة بالرمادي لما اعتدوا هنا والجيش العراقي من هاي الميليشيات المجرمة التابعة هذا نوري المالكي المجرم اللي دمر العراق. يقدر المالكي يوقفهم عند حده ويقول أنا القائد الآن للقوات المسلحة ولازم أدافع عن الجيش؟ يقدر يحاسبهم؟ يقدر يجيب هذا الشخص اللي اسمه حسين المالكي واللي مسمي نفسه أبو خميني؟ شنو هالمهزلة هاي اللي دي يعيشها الشعب العراقي؟ شنو هالمهزلة هاي؟ إلى متى يبقى الشعب ساكت عليهم؟ المفروض إنهائهم نهائيا من أرض العراق. يعني ما بقى أي صبر للعراقيين بعد على هاي الزمرة الطاغمة اللي استولت على كل شيء موجود بالعراق، وخاصة لهم والعوائلهم والأسيادهم المجرمين بإيران. فضلوا دولة الإجرام إيران على شعبهم، الشعب هذا اللي هو من 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 أغنى شعوب العالم بواسطة هاي شغلات النفط وشغلات المطارات وشغلات الزيارات السياحية وغيرها وغيرها والواردات اللي تدخله، كل هاي محروم من عندها الشعب ومستولي عليها هاي الزمرة الفازة المجرمة اللي ما خلت شيء بالعراق يصلح أن واحد يقعد ويعيش فيه. شكرا لحضرتك أستاذ. شكرا أبو ناصر من تركيا كان معنا. نقرأ رسالة السابق. السلام عليكم، أحييكم وحي قناتكم الشريفة صوت الحق. يقول أخي عمر المتظاهرين يطالبون من حيدر العبادي التدخل، أي تدخل؟ هو جاء ينطي أمر بقتل المتظاهرين وما على المتظاهرين إلا حمل السلاح وإسقاط الحكومة. أخوكم أبو عيسى. رسالة أخرى يقول فيها أين موقف المرجعية الرشيدة من قتل المتظاهرين في الجنوب؟ ألا يعني السكوت عن ذلك تسترا على موقف الأحزاب العميلة وإسنادا لها؟ معنا اتصال الغريري من بغداد، فضل الغريري. السلام عليكم. سلام. وعليكم السلام ورحمة الله. بس أتوجه السؤال إلى هذا المرجع اللي يسمونه السيستاني، أقول له الله سبحانه وتعالى يقول ومن قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، فكيف هو هذا المقتول يطالب بحقه ليس إلا، واللي هو من أوجب واجبات ولي الأمر في 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 الدولة إذا هم اعتبر نفسهم أولياء أمور العراقيين؟ يعني يقتلون الناس هكذا بدم بارد
زين هو السيستاني حضرته وبقيه المعممين هؤلاء يسلم الضاله ما تروا انه الله يقول بالقران الكريم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. اذا هؤلاء ديانتهم مزيفه، هؤلاء كذبه. وصدق الله سبحانه وتعالى حينما قال يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. بالله عليك يا استاذ عمر، هاي الايه اذا ما تطبق على السيستاني هذول المعممين بالجنوب عليهم تنطبق؟ هؤلاء قتلوا الناس، هؤلاء شرعنوا للاحتلال. السيستاني حينما دخل الامريكان صمت صمت القبور، ما تكلم بكلمه واحده ونهى عن المقاومه، لكن حينما خرج اهل المناطق الغربيه مطالبين بحقوقهم افتى بالجهاد على قولة احد المتصلين سمى الجهاد الاباحي، اباحوا كل شيء، الماء والهواء والعرض والنسل والحرف وغيرها، ولا زالت لحد الان جثث اهل مصر تسمع صوته. زين زين استاذ عمر، احنا نطالب الان العبادي بالاصلاحات. بالله عليك يا استاذ عمر، روح على اليوتيوب واكتب للعبادي وقبل راس ابو عزرائيل، راح تطلعك صوره ومقطع فيديو العبادي شلون باس راس ابو عزرائيل اللي يلزم السنه ويشويهم على السيوله على اعمده الكهرباء. زين الان نطالبهم، هؤلاء لا نطالبهم الا بالموت، هؤلاء لا نطالبهم الا بقطع الرؤوس. والله العظيم يا استاذ عمر، رجل يعمل سائق في البرلمان قال الان البرلمان خالي فارغ ماكو احد، ليش؟ كلهم بغرفه، هم عوائلهم يصيفون جو حرب العراق. ها الغريري تسمعني؟ نعم استاذ عمر. انت تقول السياسيين وعوائلهم باوروبا، اقول لك دي يصيفون، الجو حار بالعراق. اي بالتاكيد جو حار. نعم نعم استاذ عمر جو حار، لانهم يعلمون الطاوله صارت حاليه ويدرون الشعب من يتحرك، يعني ماكو نهايه الحركه. صدق ابو قاسم الشابي، واذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر. ثق بالله العظيم، هذه التظاهرات سوف تكبر وتكبر مثل كره الثلج، ولن تنتهي الا بالدحرجه فوق رؤوسهم في المنطقه الخضراء. لا عبالهم، ولا تحسب ان الله غافلا عما يعمل الظالمون. استاذ عمر، الله توعد المظلوم بالنصر، ما سماها ثوره، سماها نصر. قال ولمن انتصر من بعد ظلمه فما عليهم اولئك ما عليهم من سبيل. ها الله سماه نصر، المظلوم لازم ينتصر. والله سبحانه وتعالى يقول انا مع المظلوم ولو بعد حين. لكن بس اخي استاذ عمر اذا اسمح لي بدقيقه، يعني اوجه بدايه لاهل الجنوب، اخواننا في المواطنه، ما بقول اخواننا غير شيء، اخواننا بالمواطنه. زين باكر اكبر راح يجون حرم وراح يصرفون عليكم مليارات اكل وشرب ولحم ودجاج وقص، يصوروكم انتم بهاي العقليه الساذجه انه انت تاكل لك قد لفه لفتين وتلقى مي وتلقى اكل وشرب وراح تسقط عليهم. زين يدرون اكو ناس بسطاء وما عندهم تفكير اكثر من ارنبه انف انوفهم، ما عندنا بعد نظر. والله هذا المهم، الحاكم والي والحاكم يسمح لي بالزياره وابوك الله يرحمه ولد العراق بالجحيم. اخواني اخرجوا من عباءه الطائفيه، لا تقولوا السنه راح يجونا، هم يخافوكم بالسنه، والله السنه مغلوبين على امرهم مثلكم واكثر. يعني تشوفون صار بالسنه، فانت الدور جاي عليكم. انا والله العظيم مثل عمر خابرتك قبل الاحداث. نعم. من تم يعني انسحاب تنظيم الدوله من الشمال، قلت لك استاذ عمر الحرب القادمه الشيعيه الشيعيه، لانهم يريدون القضاء على العرب جميعا. مشكله ايران مع القوميه العربيه، مشكله ايران انها لا تعترف بالعراق كدوله، مشكله ايران انها ترى العراق ضيعه من ضياعها. نعم. اخذها منها سيدنا عمر الله يرضى عنه. زين بالله عليك، هكذا عدو شرس ومجرم، كيف سوف نرى الخير في العراق وعندنا هكذا جار؟ والله لن نرى الراحه ما دام ايران جيراننا، ما دام ايران جارت العراق. او ياتي حاكم، اقول مثل صدام حسين، وانا لست بحثيين والله، لكن ياتي حاكم قوي، ياتي حاكم قوي حتى لو كان دكتاتوري، لكن عنده شويه شده مع هؤلاء العجم المجرمين ووقفهم عدحتهم. اما بغير ذلك والله بس اقول لك نعم، هاي المظاهرات صح الان احنا قد يصيبنا نوع من الاحباط، لكن والله ما دام كسر الشعب العراقي كسر حاجز الخوف وما دام طلعوا الناس الشارع، فلا بد ان ياتي اليوم الذي يسقط فيه هؤلاء. لو هذه الحكومه والله لو وراها امريكا. انا اشكرك الغراري من بغداد، كان معنا اتصال ابو زينب من النجف، تفضل ابو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هو هذا الموضوع او كل المواضيع اللي بتناقشوها انتم باقي القنوات على الفضائيات. نعم. يعني بصراحه الناس ملوا من كثر طرحها.
يا اخي هي 1 2 3 هذول مو يقولون احنا حكم ديمقراطيه وحريه وكذا وحريه راي وحريه تعبير، يقولون احنا جايين من اجل الشعب. ها نعم كلمه بسيطه، جربناكم 15 سنة، دمرتوا العراق، اهدرتوا طاقات البشريه، اهدرتوا معامل او مصانع او مزارع، اهدرتوا امواله، يعني من 9/4 الى اليوم 15 سنة 4 تريليونات دولار وين راحت؟ مو بالنسبه للمرجعيه، المرجعيه اللي يقول لك المجرب لا يجرب، زين هذول جربوا 15 سنه كافي، هم اولا ما يقدرون يسوون شيء، لان امركم مو بيدكم، امركم بيد امريكا وبريطانيا واسرائيل وتركيا والسعوديه وايران، لا راي معكم. يعني البارحة يكفيهم خدمة وعار الحكومة العراقية لما يصرح دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ويقولهم طولتوا بشربك الانتخابات وتدور رئيس وزراء، قالوا ما احنا عندنا واحد مرشح لا غير، طبعا ما كنا انتخبوه وفقبوها خلي يصير رئيس وزراء، وإذا صار غير رئيس وزراء احنا نلغي العملية السياسية مالتكم كلكم، ما يفتحون على انفسهم يقولون صناديق الاقتراع وشعب انتخب وشعب ما انتخب وكذا، شو اللي قدموا لنا اياه؟ قدموا جوع وبطاله وكذا، ولو طلعوا مشكله جديده يعني على قولت المثل الفارس يقول جبرك ابويا على امي، راحوا على دول المساكين المتسولين، مو سهل الانسان يبيع ما يوجهه. الإمام علي عليه السلام يقول ما وجهك جامد يقطره السؤال فاعرف عند من تقطره. الشعب العراقي مو فقير، ولكن هذه الحكومات المتعاقبة هي التي أفطرت، لو كان هناك توزيع عادل للثروات ما حد يستجدي، ما حد يسرق، ما حد يقتل. الإمام علي عليه السلام يقول لولا مخافة الله لقلت بأن الفقر هو الكفر الأكبر، لأن هذا يقودك إلى كل الجرائم. يعني الكفر الأكبر مو أن الفقر الله نكتب الله على، لا، كلمة في أفعالك وهم النتيجة. ومرة هارون الرشيد لما سأل البهلول قال له ما حكم السارق في الإسلام؟ فقال البهلول قال له إذا اتخذ من السرقة مهنة تقطع يد السارق، وإن سرق عن جوع تقطع يد الحاكم، لأن الحاكم وين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، دول يتمتعون بالتريليونات والمليارات اللي مثلا يحرمون مئات الدنانير. وعلى صوت اللي قال اجونا من خارج الجيش ونعال، الفقراء ما يعرف صوته اول ما يجي من السلم من اهل الحرام وعوائلهم بالخارج. المفروض الحكومه تصير اللي بقوا هنا واكلوا الشموس بالحصار، اللي كتلهم الجوع، اللي تتباعوا حتى ممتلكاتهم وضاعوا حتى اعراضهم من اجل ان يقضوا على قيد الحياه. هذا المفروض يصير حكومه، مو هذول العملاء والجواسيس. وشكرا. أبو زينب بن نجف كان معنا، شكرا جزيلا لك. نقرأ رسالة واتساب يقول من خلال منبر الرافدين الحر، أقول للأخ عز الدين من البصرة ولكل الأبطال المتظاهرين بكم يعود العراق عربيا مزدهرا شامخا، حفظكم الله ورعاكم ابن ميسان. رسالة أخرى يقول الكل يعرف أن المرجعية لها تأثير على الحكومة وعلى الشعب، لأن الكل يتشدق باسم المرجعية. السؤال لماذا المرجعية ساكتة على هذا القتل والظلم وسرقة قوت الشعب والمخدرات والأيتام والأرامل؟ لماذا؟ يتساءل. رسالة أخرى الآيباد شوية يهنق ماذا يفتح، يقول السلام عليكم أخي العزيز، السياسيين لا تهمهم المظاهرات ولا الشعب، والدليل بأنهم لا زالوا يفكرون بحكومة مبنية على المحاصصة، وستبقى نفس الوجوه وسيبقى الفساد وسيبقى المفسدون في الدولة طالما بقي هؤلاء. نعم أعزائي المشاهدين، نأخذ فاصل ونعود لاستكمال هذه الحلقة.
اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. في محافظه ذي قار تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر المعاملات التي تم تقديمها من اجل التوظيف مرميه في احد خزانات المياه. خلونا نشوف هذا المقطع ونرجع لكم. نعم، يعني دائرة حكومية وشفنا المعاملات كيف مرمية في أحد خزانات المياه. اليوم يعني كذلك خبر كارثة أخرى في محافظة بغداد. اليوم كشفت محافظة بغداد عن الاستيلاء على 5 مدارس من قبل جهات متنفذة، وصفتها بأنها جهات متنفذة، وحذرت من شمول الوزارات والدوائر ومنازل المواطنين من هذه العمليات. نائب محافظ بغداد جاسم البخاتي قال بأن هناك ظاهرة انتشرت في بغداد تضمنت قيام جهات متنفذة بالاستيلاء على أراضي وجرف البساتين وتحويلها إلى ملكها، مبينا بأن هناك 5 مدارس تضع بعض تلك الجهات والشخصيات اليد عليها، وتقول بأنها تابعة لها ويتم حسمها بشكل قانوني قضائيا. دعا القضاء إلى الاطلاع على تصاميم بغداد والعقارات فيها، محذرا من شمول الوزارات والدوائر ومنازل المواطنين بهذه العمليات. يعني عزيزي المشاهد، تخيل مدارس يتم مصادرتها وتحويلها من اسم الدولة إلى اسم أشخاص، يعني والله ما أعرف. بالمكسيك ما شايفها، بالأفلام بهوليوود هم ما شايفها. معنا اتصال ابو عمر من السليمانيه، مدى اسمع. نعم تفضل ابو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. اهلا ابو عمر. استاذ عمر، انا اعترض على الاخ الغريري. بالبدايه قال ايه قرانيه، قال ليش السستاني ما يحرف بها؟ لا يا اخوي الغريري، السستاني يعرف بها، بس انت تعرف كل الزين. السستاني عنده هو مؤمن بان القران محرف. لو ما ما أبو عمر أرجوك، هذا الجزم لا أنت قاعد يمه ولا هو مصرح لك. خلينا بالموضوع، بموضوع قتل المتظاهر. ليش دائما إحنا نجي والله متصل هيج قال والله متصل؟ يعني إذا إحنا عندنا هيج منطق، يعني حق العراق ما راح يستعدل. أنت ما قاعد يمه. ما أريد إحنا ندخل في هذه المسائل الدينية. نعم تفضل أرجوك استاذ عمار. انا اقول هسه ايران واقعه بازمه كبيره، هي بتلعب العراق بالنار، بتلعب النار ما حد يعرف بها، واقعه بازمه كبيره. اذا صدق السيستاني يطلع فتوى الجهاد الاباحي بالعراق، خلي يطلع فتوى الجهاد الوفائي لايران، خلي يطلعها. هو من قوميتهم ومن وطنهم ومن شيعي 12 منهم وبيهم، ليش ما تطلع ايران بازمه تطلعوا فتوى من هاي الفتاوي؟ الشعب العالم كله تقوم، مو انتم مليار حتى تقوم؟ ما بيها شيء. هاي نصيحه له. زين، اما بالنسبه للقتل استاذ، هناك الساعه 0 راح تكون فيها الاحداث، تشوفون شلون بعينكم. هاي الصحف الامريكيه من تقول لك الفوضى قادمه، الصحف الامريكيه ما موجوده بالبصره ولا بالناصريه ولا بالعماره. هاي المخابرات تنطيها معلومات، المخابرات الامريكيه يعرفون ايش يسوون. فانت بساعه الصفر. اما من يقول لك الجيش والله قتل، الجيش طائفي من الجندي للفريق الاول ركن، ابو النفسي والباسله اللي جابوه من الشارع وسووه فريق ركن. جاء
بين والشرطه الاتحاديه وخاصه هاي الميليشيات وعندهم فتوى دينيه، هذول كلهم تابعين الى احزاب شيعيه، كل واحد عنده 150,000 تابع للحزبه، هذه تطيح سيده، هذا ما يطيح، ما يطيح احد، ما يطيح المواطن العراقي بالبصره، زين ما يطيح المواطن انه ابن عشيرته انه ابن خاله ابن عمه يقول لك هذه عندي السيد، انا اتبع السيد وعكي على كلام السيد. القائد السياسي الديني هو هذا اللي يوجهني. انتوا الى متى تبقون انتوا يعني هذول الناس تبقى تفكر انه الجيش راح يحميها؟ الجيش ما يحميك، الجيش عباره عن عصابات والشرطه عباره عن عصابات وعندك الميليشيات، انت شايف شرطي او عفوا هذا واحد من العصابات الميليشياويه يعني ما عندك كل رتبه يجي يضحك على يسوي قشمر الضابط كبير بالجيش يسوي قشمر يضحك عليه في الرفار، انت وين صايره عايد؟ يا ملا الا بملا عمار، عمار هذا 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 عمار السفيه وغيره وغيره نوري وغيره تجاوز ابو عمر. نعم أنا أشكرك أبو عمر من السليمانية كان معنا، ودائما نأكد أعزائي المشاهدين يعني نرجوكم عدم التجاوز، اطرح فكرتك بصلب الموضوع وما نريد أنه والله المتصل الفلاني قال والمتصل الفلاني هيش حكي وبعدين إحنا نروح والله المرجع يقول ما قاعد وياه، أنت اطرح اللي موجود بكل واقعية وبكل عقلانية وبكل منطق. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، نلقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.